السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أتمنى أن تكون بصحة جيدة ومرحبا بك في موضوع اخترت له عنوان خطواتك الأولى مع الباك تراك. لماذا أولا هذا الموضوع؟ هذا الموضوع أو اختياري لموضوع هذه الحلقة يأتي بعد مدة 6 أشهر أو 7 أشهر من البث المباشر ومن الإجابة على أسئلتكم، حيث كان لمعظم أو كان لي أو كانت هناك معظم الأسئلة حول الباتراك، أعتقد وبدون مبالغة سؤال إلى سؤالين في كل حلقة، في كل بث مباشر أتوصل بسؤال أو سؤالين فيما يخص الباتراك، لكن للأسف من خلال إجابتي على هذه الأسئلة إلى غير ذلك يتضح لي دائما كل نهاية البث مباشر عندما أحاول تقييم البت أجد أن هنا العديد من الأسئلة فيما يخص الباكتراك هي أسئلة دون المستوى، وللأسف يعني حتى أكون صريح معك دون المستوى، يعني ليست يعني دون المستوى، يعني الشخص الذي يسأل فهو يتضح لك جليا أنه ضرب جميع القواعد أنظمة التشغيل في الصفر وضرب القواعد الأمن المعلوماتي في الصفر، يعني شخص يعني هذا ليس ذنب، يعني هذا ليس ذنب، هو نعم يتحمل المسؤولية، ولكن للأسف لأن المحتوى العربي يعني ضعيف في هذا المجال. إن شاء الله سيكون هذا الفيديو وسيكون هذا الموضوع هو أول موضوع، وأقول موضوع ستكون عبارة عن مواضيع ليست دروس وإنما مواضيع خاصة بالباكتراك حتى نسلط الضوء، يعني في كل من مرة أو في من فترات أو على فترات حول هذا النظام، وحتى نكتشف بعض الأمور وحتى يتضح للإخوان بعض الأمور خاصة بهذا النظام. فأولا نظام باك تراك هو ليس برنامج يتم تثبيته على الويندوز. فهناك من يسألني وكثير من الأسئلة التي أتواصل بها حابب يقول لك كيف أثبت نظام الباك تراك على الويندوز، أو شخص آخر يقول لك كيف أخترق بالباك تراك. فأولا أخي الكريم، أو لكي نبدأ هذا الموضوع، أولا الباك تراك ليس عبارة عن برنامج، الباك تراك هو نظام تشغيل متكامل، نظام تشغيل ونظام تشغيل، يعني نظام تشغيل كنظام ويندوز كنظام ماك هو نظام تشغيل أولا، ولكي تستخدم هذا النظام يجب عليك أن تكون دارس لللينكس، لأنه مبني على اللينكس. وتثبيت نظام الباك تراك يتم تثبيته كما تقوم بتثبيت أنظمة لينكس، وليس هو عبارة عن برنامج، هو ليس برنامج للاختراق، ليس برنامج اختراق كما البرامج التي تسمع عنها اختراق فيسبوك اختراق أمازون، لا، هذا نظام تشغيل. مطورو هذا النظام التشغيل أضافوا إليه بعض الأدوات، أضافوا إليه أدوات، هذه الأدوات تم صنعها من طرف شركات أخرى متعددة، وفيه كذلك مشاريع ميتاسبلويت على سبيل المثال، الشركة التي تضع ميتاسبلويت أو المجموعة التي وضعت لنا الميتاسبلويت هي بعيدة عن الباكتراك، هي ليست لها علاقة مع المجموعة التي تم أو التي قامت بإصدار الباكتراك، هي ليست لها علاقة، فقط هناك هذه المجموعة التي أصدرت لنا الباكتراك قامت بإضافة هذه الأداة التي اسمها الميتاسبلويت، بعض الأدوات الخاصة بالفازن، بعض الأدوات الخاصة بالديدوسين، بعض الأدوات الخاصة بالفاي بي هيجاكي أو إلى غير ذلك، فكل هذه الأدوات كل أداة تم تصنيعها من طرف شركة، وقامت هذه الشركة التي تصدر الباكتراك بتجميع تلك الأدوات وأضافتها إلى هذا النظام، نظام تشغيل الباكتراك أو باكتراك حتى لا نعرف. فأقول أن من خلال هذه الأدوات واستخدامك لهذه الأدوات تقوم باختبار الاختراق وليس بالنظام. هل عمرك سمعت سأخترقك بالويندوز؟ هل عمرك سمعت سأخترقك بالماك؟ فكيف لك أن تقول سأخترقك بالباك تراك؟ كيف لك أن تقول هل يمكن الاختراق بالباك تراك؟ فهذه الأسئلة نوعا ما هي يتم وضعها بين مزدوجتين. وإذا كانت وإذا
أتمنى من صميم القلب أن تمسح تلك الفكرة الخاصة بأن الباك تراك، أعلم جيدا أن الكلمة باك تراك يعني باك تراك تشعر بالرهبة، ما هذا باك تراك، لا الأمور يجب أخذها ببساطة. هذا من النقطة الأولى. نقطة ثانية أن الباك تراك كان على توزيعة سلات سويم، هو كان على توزيع. هنا يا أخي يجب أن ترجع إلى دراسة أنظمة التشغيل، يجب أن ترجع إلى دراسة أنظمة تشغيل لينكس. يجب أن تعرف أن لينكس مبني على توزيعات، والتوزيعات هي كثيرة جدا ولا يمكن إحصاؤها. هناك توزيعات معروفة ولكن هناك عدة توزيعات غير معروفة. أوكي؟ فيجب عليك أولا قبل أن تفكر في الباك تراك حاول أن تدرس أولا أنظمة التشغيل، لأنك لا يمكن أن تتعامل مع شيء وأنت لا تعرف بنيته، لا تعرف حتى كيف يمكن تسييره، كيف سيمكنك أن تستخدم نظام أنت لا تعرف حتى أن تسييره، تثبته تثبته. تعتمد على فيديوين أو ثلاثة فيما يخص إعداد الشبكة ثم تنطلق لفتح الفيسبوك. وأعتقد أن العديد منكم يعني يفتح الفيسبوك، لأن فيسبوك جوجل وأصبع الصور، ضع في الفيسبوك صور، افتح بعض النوافذ الخاصة بميتاسبلويت أخرى لا أكثر. نريد أن تكون هناك انطلاقة جديدة من هذا الفيديو، نريد أن نحاول أن يعني نقد يكون بناء. أنا لا أقول للجميع، أنا يعني هذا الفيديو حتى إذا يعني من سيشاهد هذا الفيديو هو أصلا بحاجة إلى هذا الفيديو، فأقول أن لينكس أو عفوا باك تراك هو مبني على توزيع، هي سلاكس كان مبني على توزيع اسمه سلاكس، وبعد ذلك ظهر يعني أعتقد من النسخة الرابعة ظهر بشكل جديد وأصبح يعتمد على أو يعتمد على الأبانتو. أبانتو كذلك هو توزيعة لينكس، هذه التوزيعة هي مبنية على الدبل. وهنا يجب أخي الكريم أن تذهب يعني جيد، تريد أن تتعلم باكتراك اذهب ودرس أنظمة التشغيل، لأنه ضروري 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 ضروري، لأن إذا لم تدرس أنظمة التشغيل تضيع وقتك. كن على يقين أنك تضيع وقتك، هذه الأولى. قلنا أن نظام تشغيل الباك تراك كان مبني على سلاكس وير، النسخة الرابعة أصبح مبني على يعني على أبونتو. هذا النظام كما سبق لي وأشرت هو يعتمد على مجموعة من الأدوات، هذه الأدوات هي متدحرجة من مرحلة الريكونسس، من مرحلة الاكتشاف إلى مرحلة السكانين إلى مرحلة الاختراق إلى مرحلة التثبيت الاختراق إلى مرحلة مسح الاختراق. يعني حتى ترتيب تلك الأدوات راه مرتب بشكل ممنهج، يعني من البداية إلى النهاية. وكذلك فاستخدام هذه الأدوات فهو يعني كما قلت أن هذه الأدوات كل أداة هي لها دور معين، يعني كل أداة. وهذه الأدوات يعني الشركة أو الفكرة الخاصة بهذه الشركة قالت لماذا لا نقوم بإنشاء توزيع تسهل، هي فقط تسهل، لأنه يمكن هذه الأدوات أن تثبتها على أي نظام تشغيل آخر. يعني على أبونتو يمكن، أنا شخصيا لا أريد باك تراك، أنا أريد أن يعني أستخدم نظام تشغيل أبونتو وأثبت عليه هذه الأدوات، لا يوجد أي مشكلة. فقط هذه الشركة يعني بدرت إلى الدنيا لماذا لا نستخدم توزيع، هذه التوزيع يعني نسهل على مختبري الاختراق عملهم، نقوم بجمع جميع الأدوات المشهورة المعروفة التي يحبها المختبري الاختراق ونقوم بإضافتها في هذه التوزيع من استخدامها. وقاموا بجمع مجموعة من الأدوات، كل شركة لديها أدوات وكل شركة هذه الأداة لا يمكنك أن تتعامل معها إذا لم تدرسها. فهنا لا نقول دراسة نظام الباك تراك، هنا يجب عليك أن تدرس الأدوات، لأن الأدوات متواجدة في الباك تراك الأدوات، لأن الميتاسبلويت يعني الفرقة وراء الباك تراك لم تقم بإنشاء الميتاسبلويت، لم تقم بإنشاء الهامستر على سبيل المثال. فكل شركة هي لها أداتها، ويجب عليك لكي تستخدم تلك الأداة أن تدرس تلك الأداة، يعني تبحث عن فيديوهات خاصة بتلك الأداة، أن تبحث عن يعني عن دروس خاصة، يعني مانيوال
كتيب او يكون يعني الشركه التي تعطي اداه تعطي كذلك طريقه استخدامها. يعني يجب عليك ان تدرس، يعني هنا يجب عليك ان تدرس كل اداه، وليس بالضروره ان تدرس جميع الادوات. مثلا في الباك تراك تجد على سبيل المثال في السنيفين تجد 5 ادوات، وليس بالضروره ان تعرف كل هذه 5 ادوات، راه يعني شيء مستحيل. يعني يمكن ان تدرس 3 2 1، المهم تكون تدرس يعني تعرف جيدا كيف تستخدمه. هذا ما هو مهم، لان كل شركه هي لها اداتها الخاصه، وبالتالي عندما ستاتي يعني حتى انا شخصيا حتى كلمه دروس الباك تراك تاتيني نوعا ما كلمه غير في ليست في محلها، لان الباك تراك هو فقط نظام، يعني نظام. عندما نقول يعني ماذا سادرس في هذا الباك تراك، اريد ان ادرس نظام تشغيل باك تراك، سأقول لك يجب عليك أن تدرس لينكس، يعني هنا شيء آخر. يعني لن أقوم بشراء كتيب أجد فيه باك تراك، سأجد يمكن أن أدرس عندما أتحدث عن أبونتو، يمكن هناك العديد من الدروس الخاصة بأبونتو، هنا ستعلم تسيير أبونتو، ستعلم تسيير نظام تشغيل أبونتو. عندما تتعلم أو تعرف كيف تسير نظام تشغيل أبونتو آنذاك يمكنك تشغيل يعني تسير نظام باك تراك، ويمكنك تسير أي نظام دوبيان كيفما كان، يعني لك تعلم جيدا كيف تسير أبونتو. جيد، إذا عندما تعرف تسير النظام اللي هو باك تراك ترغب في دراسة الأدوات. إذا نبدأ بالميتاسبلوت، الميتاسبلوت راه يمكن دراستها في يعني هناك عدة كتب خاصة بالميتاسبلوت، وبالتالي ستجد نفسك أنك دائما بعيد عن الباك تراك. أنت تدرس كتيبات، تدرس كتب، تدرس أشياء أخرى يعني بعيدة، يعني ليس هناك نعم هناك دروس، هناك دروس خاصة بالباك تراك، لا أنكر هناك دروس يعني من الشركة بحد ذاتها، ولكن هذه هي يعني تقوم بتدريسك تدريسك أدوات لشركة أخرى ليس لها، هي لا تمتلك أي شيء، هي فقط قامت بالتجميع وإضافة بعض الأمور بسيطة فقط، لمسات إذا ما صح تريد دراسة لا أدري يعني أي شيء تريد دراسته في 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 في, في الباك تراك، أي شيء أي أداة راه لها كتيبها الخاص ولها موقعها الخاص، نعم لها موقعها الخاص، لها كل شيء. فباك تراك هو فقط تجميع لهذه الأدوات. وحتى عندما يأتي أستاذ، وحتى عندما أنا يعني شخصيا أدرس طلابي نظام تشغيل أو أنظمة تشغيل أو كذلك استخدام الأدوات الخاصة بالباك تراك، راه في الحقيقة نحن يعني كل يوم ندرس يعني في 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 يعني ندرس أداة، يعني ندرس طريقة وأوامر خاصة بتلك الأداة، وهذه الأدوات هي نوعا ما لها موقعها ولها يعني لا ندرس يعني النظام كنظام يعني لا ليس شيء حتى يعني الدروس المتواجدة هذا يعني كما سبق لي وأشرت أن هذه الدروس هي يعني تعلمك على أدوات هي ليست ملكها. حتى الشركة يعني في الدي في دي التي أصدرت ف يعني تلك الدروس المتواجدة هي دروس على أدوات لا تمتلكها الشركة، هي فقط عملية تسويقية إذا ما صح. إذا لم يبقى لي في نهاية هذا الفيديو إلا أن أشكرك على حسن تتبعك، على أمل أن ألقاك في حلقة أخرى من حلقات محترف الحماية إذا كانت هذه هي زيارتك الأولى لمحترف الحماية وأول مشاهدة لك لحلقات محترف الحماية. يمكنك زيارتنا على موقعنا الرسمي لاكتشاف العديد من الحلقات الأخرى فقط على رابطنا الرسمي www.teachreprofessional.com، ولكن تنسى كذلك زيارتنا على صفحتنا في فيسبوك facebook.com/teachreprofessional. يمكنك في أي وقت النقر على الزر سبسكرايب للمزيد من الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.